دلوقتي بقى لازم تركزوا معانا، هنقابل الدكتور أحمد عبد العظيم أستاذ هندسة كفاءة الطاقة بالجامعة البريطانية، وهيفهمنا إزاي تم خفض استهلاك الطاقة بالجيل الجديد من مصانع التلج. وخلي بال حضراتكم، هو تخرج في هندسة شبرا بجامعة بنها، وعمل في كلية الهندسة بشبرا في هيئة التدريس، وبعدها حصل على الماجستير في المحركات من هندسة شبرا والدكتوراه في التحكم في الاحتراق في المحركات، وانضم للجامعة البريطانية سنة 2009. دكتور أحمد، احنا بنتكلم في قضية مصيرية، استهلاك الطاقة في الصناعة. صناعة التلج على سبيل المثال من الصناعات اللي أكيد بتستهلك طاقة كتير جدا. كان هدفنا الرئيسي في هذا الخط الوطني الاستثمارات الوطنية ان احنا نقلل استخدام الطاقة. ده تخصص حضرتك، اشرح لنا بقى ازاي ساعدت المهندس مصطفى العشري في هذا الأمر. استهلاك الطاقة في المصنع دوت بيقوم على 4 محاور. أول محور مثلا العزل، نوع العزل نفسه، إزاي نوصل بعزل يخلي درجة حرارة ناقص 30 ناقص 40 درجة مئوية لمادة ما تفقدش بسرعة في جو زي اللي احنا قاعدين فيه في أغسطس دلوقتي، درجة الحرارة فيه ممكن توصل ل 40 درجة بسهولة. المحور التاني إزاي نقلل من استهلاك الطاقة بتاع الوحدة الرئيسية اللي هي الوحدة اللي موجودة في أي منظومة تكييف وتبريد. دول محورين مهمين جدا اشتغلنا عليهم، فحصلنا على نتيجة جيدة جدا في تخفيض الطاقة لاستهلاك الكمبريسور، وخصوصا كمان بدءا من اختيار الكمبريسور المناسب، ثم العوامل اللي قدرنا نشتغل عليها عشان نقلل من استهلاك الطاقة بتاعة الكمبريسور. والمراوح اللي موجودة كمان في عدد ساعات تشغيلها لعملية التبريد اللازمة. مش هقدر أقول رقم محدد، بس هقدر أقول إن احنا ممكن نوصل ل 40% تخفيض في استهلاك الطاقة الإجمالية لهذا المصنع. طب متوسط التكلفة يا دكتور، كنا قلنا لما مصطفى عمل المصنع المتحرك، صورناه من حوالي 3 سنين، المصنع المتحرك ده كان تكلفة اللوح جنيه، مع كل اللي عملناه ده ممكن نقلل التكلفة كمان عن جنيه؟ نقدر نقلل مع تغير الظروف الجوية، وده حصل.